For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. أنا حما الهمامي مرشح الجبهة الشعبية للانتخابات الرئاسية التي ستجري في تونس في منتصف شهر أيلول سبتمبر. يوجد الآن حوالي 30 مرشح للرئاسية، ولكن رغم كثرة العدد فبالإمكان أن نقسم أو نوزع هؤلاء المرشحين إلى صنفين أساسيين: اليمين الرجعي، اليمين الليبرالي بشقيه، اليمين الديني، واليمين البرجوازي الحداثوي أو المغلف بالحداثة. ويوجد عدد كبير من المرشحين بهذا العنوان، يعني من اليمين. هم في الحقيقة يحملون في الأساس نفس الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نفس الاختيارات في السياسات الخارجية، يعني أنهم موالون للدول الإمبريالية الاستعمارية، ولكنهم يتصارعون من أجل الفوز بقيادة الرجعية في تونس. بالمقابل بالنسبة إلي أنا مرشح القوى الثورية والقوى الديمقراطية والتقدمية. نحن ندافع عن مشروع يختلف بشكل جذري وبشكل جوهري وبشكل قطعي مع المشروع اليميني للطرف المقابل. نحن في هذه الانتخابات ندافع عن السيادة الوطنية لتونس، ندافع عن السيادة على الثروات، ندافع عن إلغاء الاتفاقيات غير المتكافئة مع الدول الاستعمارية وخاصة مع الاتحاد الأوروبي. نحن ندافع عن السيادة المالية لتونس، يعني أننا نناضل ضد المديونية وسنعمل من أجل إلغاء المديونية الكريهة لدات أوديوز، كما أننا ندافع عن السيادة الرقمية والسيادة الهوائية. إلى جانب ذلك وانطلاقا من الدستور، نحن ندافع عن الحريات، ندافع عن الحقوق المدنية، ندافع عن كرامة التونسيات والتونسيين، وبشكل خاص في هذا المجال نحن ندافع عن المساواة التامة في الحقوق بين النساء والرجال، خاصة في مجال الإرث، وهي مشكلة كبيرة في بلدنا الذي ما زال يعاني من هذا التمييز في مجال الإرث، كما أننا ندافع عن الأقليات وعن الفئات الهشة المختلفة. ندافع كذلك عن عقيدة أمنية جديدة، عقيدة عسكرية وطنية جديدة لتونس. الأمن بالنسبة إلينا لا ينحصر فقط أو لا يختصر فقط في مسألة الحفاظ على التراب الوطني أو مقاومة الجريمة ومقاومة الإرهاب، ولكنه يتسع ليشمل الأمن الغذائي، الأمن المائي، أمن الطاقة، الأمن البيئي لأن لنا مشاكل بيئية كبيرة في تونس، الأمن العلمي والتكنولوجي، الأمن الثقافي. في كلمة، نحن ندافع عن عقيدة أمنية وطنية لبلادنا. في السياسة الخارجية نحن نعارض الاستعمار، نعارض الرجعية العالمية، ونصطف إلى جانب قضايا الشعوب، بدءا بالقضية الفلسطينية في وطننا العربي ووصولا إلى قضايا الشعوب الأخرى، خاصة في مثل هذا الظرف فنزويلا، كوبا والدول التي تتعرض إلى اعتداءات أو هجمات من طرف القوى الإمبريالية والاستعمارية. هذه الخطوط العريضة لبرنامجنا الذي يختلف عن برنامج اليمين، وهي كلها أهداف تنطلق من الدستور التونسي، دستور الثورة التونسية الذي لم يحترم إلى حد الآن.
مرتاح.